بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج أماكن. في هذه الحلقة اخترنا ناحية بحشيقة. هذه الناحية حقيقة الجميلة جدا التي عادت بجهود كل أهالي المنطقة من يزيدية من مسيحيين ومن مسلمين. سنوثق في هذه الحلقة عملية الإعمار، كيف عادت هذه الناحية الجميلة، وأيضا نوثق الصناعات المحلية التي تشتهر بها هذه الناحية. تقع ناحية بحشيقة على بعد 12 كيلومتر غربي المدينة، وتتبع قضاء الموصل، وهي تحتل مكانتها من مرتفع على سهل زراعي فسيح يمتد إلى سواحل نهر دجلة. تمتاز مدينة بحشيقة في محافظة نينوى بوجود ثلاثة جبال فيها، وهي بحشيقة ومقلوب ومغارة، كما إنها مطلة على الجهة الشمالية الشرقية من مدينة الموصل وعلى قضاء تلكيف ومنطقة الشلالات الموجودة شمالي المدينة، كما إنها تعد واحدة من أقرب المناطق إلى الحدود التركية التي تبعد عنها مسافة أقل من 100 كيلومتر. يمكن القول أن بحشيقة في الواقع هي عبارة عن مدينتين ولدتا بصيغة توأم سيامي ملتصق. تتكون المدينة من جزئين شرقي وغربي وتعرفان ببحشيقة وبحزاني، وقد أصبحت المدينتان اليوم تعرفان وكأنهما مدينة واحدة باسم بحشيقة. لبحشيقة تاريخ كبير، فهي مدينة أشورية، وهي من المدن العريقة التي شهدت عصورا وأدوارا وفترات، وكتب عنها البلدانيون العرب. وقد أكد بعض الآثاريين أن المنطقة الأثرية القريبة من بحشيقة يرجع تاريخها إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. أول لقائنا في هذه الناحية مع الأستاذ الباحث والكاتب ممتاز حسين، يتحدث لنا عن آثار هذه الناحية، عن أصل التسمية، عن أمور أخرى تهم التراث والتاريخ في هذه الناحية ناحية بحشيقة. تعتبر منطقة بحشيقة من المناطق الأولية التي سكنها الإنسان قبل أكثر من 5000 سنة عند نزوحه من المناطق الجبلية والشبه الجبلية إلى منطقة الهضاب والسهول. والأدلة التاريخية على ذلك هي المناطق الأثرية الموجودة في ضمن الرقعة الجغرافية لناحية بحشيقة، وكان أول المستوطنات هي مستوطنة تبة كورة التي سكنها الإنسان قبل أكثر من 5000 سنة، وهذا تم إثباته من خلال التنقيبات الآثارين والبعثات الأمريكية والبريطانية التي استطاعت اكتشاف المئات بل الآلاف من اللقى والقطع الأثرية وجثمان الأطفال في المدافن التي كانت موجودة في تبة قورة.
أما عن أصل تسمية المدينة فقد اختلفت الآراء حوله، بين من يرى بعشيقة لفظة سريانية مكونة من مقطعين الباء وتعني البيت أو بيت، وعشيقة أو عشقة وتعني العاشق، لتصبح التسمية بيت العاشق أو المعشوق. فيما ذهب مؤرخون آخرون إلى أن كلمة بعشيقة أو بعشيقة أرامية الأصل ومركبة من كلمتين بيت وشحيقة وتعني بيت المنكوبين أو بيت المسحوقين. اختلف المؤرخين والباحثين في تسمية بعشيقة، فهناك مجموعة من الآراء عن أصل التسمية، فالبعض قال بأنها بيت العشيق وهي كلمة سريانية أو تعني بيت العشق، والبعض الآخر أنه قال بيت المنكوبين أو الأحزان. أما الرأي اللغوي والأصح أنه جاءت من بعشق، أي بعشق الماء من غائل أو حوض ماء، وهذا يدل على كثرة العيون والينابيع اللي كانت موجودة في منطقة بعشيقة. أما الرأي الآخر فهناك رأي أنه تعني نهاية حافة أو ما بين فتحتين، أي فتحتي جبل، وهي فعلا تقع بين فتحتي جبل أو ما يسمى بالمحلية باللهجة المحلية قلي. وهناك وجاء في القاموس الفارسي بأنه بعشقة أو بعشيقة ما تتكون من مقطعين، المقطع الأول باء والثاني شيك، أي تعني عند الحافة. وهذه الآراء لم تحدد التسمية الصحيحة والرئيسية بالنسبة للكتاب أو المؤرخين أو الباحثين. وتلفظ في بعشيقة، تلفظ في اللهجة البعشيقية بعشيقة، وكانت تكتب بالألف الطويلة. بعشيقة عدد من الآثار التاريخية المهمة التي تعود لحقبة زمنية متنوعة، مثل سيدري التي تعني الأبواب الثلاثة، كما يحوي جبل مقلوب الذي يقع على أطراف مدينة بعشيقة معالم قصر ومنحوتات صخرية أيضا تسمى قصر راست، أي قصر العدالة، وكهف شيخ بكر. ويوجد حول المنطقة حوالي 7 تلال تم التنقيب في بعضها، وتحوي هذه المنطقة كهوفا تاريخية، ويعتقد أن عمرها يعود إلى أكثر من 700 سنة قبل الميلاد. كما عثر في التلال المحيطة بها على اكتشاف أثري مهم لمدينة تدعى مكنبو، التي بنيت على أنقاضها مدينة خرصيبات العاصمة الأشورية التي بناها الملك سرجون. كما يوجد بجوار بعشيقة تل آشوري يعرف بتل بلا، تختفي تحت ثراه مدينة قديمة تعرف باسم يابانيا، وقد نقبت في هذا التل بعثة أمريكية في مواسم امتدت بين سنة 1930 و 1933، فتوصلت إلى نتائج أولية كشفت بعض الملامح من تاريخ هذه المدينة. المنطقة الأثرية الأخرى هي تل شيبانيبيا، أو بالأحرى مدينة شيبانيبيا، وتسمى حاليا بتل بلا. هذه المدينة كانت مدينة عامرة وكان لها دور تاريخي كبير، ولكن عند تقدم القائد الروماني الإسكندر المقدوني ومروري بمدينة شيبانيبيا والتوجه إلى منطقة الزاب الأعلى لملاقات دارا، قام بتدمير المدينة بالكامل عن بكرة أبيها، وتم أيضا التنقيب في هذا التل اللي يعتبر من التلول الكبيرة والأثرية في العراق. المنطقة الأثرية الأخرى اللي تثبت أنه الإنسان سكن هذه المنطقة منذ القديم أو منذ العصور التاريخ القديمة هي العاصمة الآشورية
الرابعة دور شاروكين أي مدينة سرجون أو مدينة الصادق اللي بنى باشرة بتأسيسها سنة 712 قبل الميلاد، واستمر البناء فيها حوالي 10 سنين ولم يسكنها إلا سنة واحدة حيث توفي وهجرها ابن سنحاريب إلى مدينة نينوى الأثرية، وقام بنقل جميع التماثيل معظم التماثيل اللي كانت موجودة في مدينة دور شاروكين اللي هي طبعا قريبة من قرية خورسبات الحالية. ومن أهم ما يميز مدينة دور شاروكين هي الثيران المجنحة اللي على شكل رأس إنسان وأجنحة اللي هي تحمي المنطقة، ورأس الإنسان يدل على الذكاء والقدرة. وما يميز هذه الثيران أنه بأرجل خمسة، لأن الناظر أو الشيء اللي ينظر على هذا الثور يجده في حالة الحركة والسكون في الوقت الحاضر. المناطق الأثرية الأخرى هو دير الشيخ متي اللي سكن إلى المنطقة حوالي 400 ميلادية، ولا زال قائم على جبل مقلوب اللي يبلغ ارتفاعه حوالي 1057 قدم عن مستوى سطح البحر. تعرف بحشيقة بكونها عراق مصغر، ففيها أغلبية من اليزيديين، كما تضم بين سكانها المسلمين والمسيحيين ومختلف الأطياف. مجتمع بحشيقة مجتمع متلون وجميل من المسيحية واليزيدية والمسلمين، متعايشين في بلدة طبعا جميلة مثل جمالهم، وطبعا عادات وتقاليدنا مشتركة، نتعاون فيما بيننا، نشارك الجميع في أعيادنا ومناسباتنا. وطبعا نحن شو اسمه مجتمع بحشيقة قريب إلى المجتمع المدني أكثر من المجتمع القروي. الأمية قليلة نادرة تقريبا، الأمية في مجتمع داخل بحشيقة وبحزاني نادرة ماكو. وطبعا متحابين ونحب الوطن ونحب العراق والسلام. بحشيقة وبحزاني مدينة التآخي والسلام والمحبة والوئام بين الأطياف، الشعب المتعدد الألوان من ابناء اخوان المسلمين والاخوان المسيحيين واليزيديين، متعايشين بكتله واحده، نؤدي مراسمنا وواجباتنا اتجاه المكونات الثلاثه بروح انسانيه وبحب وايمان من الكل. تتنوع دور العبادة التابعة لهذه الديانات والطوائف وتتجاور جنبا إلى جنب. مثال ذلك المعابد الإيزيدية التي تشتهر بقبابها البيضاء المخروطية، وأبرزها مزارات الشيخ محمد أو محمد وملك ميران والشيخ شمس وناصر الدين. كما نجد في بحشيقة كنيستان للسريان الكاثوليك على اسم مريم العذراء، إحداهما قديمة بنيت في مطلع القرن 19 والثانية حديثة تم إنشاؤها سنة 1924 ميلادية، إضافة إلى كنيسة للسريان الأرثوذكس على اسم القديسة شموني. كما تجدر الإشارة إلى واحدة من أهم المواقع الدينية المسيحية في المنطقة، وهو دير مار متي في جبل مقلوب القريب من بحشيقة.
انتقلنا حبة المشاهدين إلى إحدى الكنائس الجميلة في ناحية بحشيقة. الحديث للأب دانيال يحدثنا عن مدى الدمار التي حل بهذه الكنيسة، ومتى عادوا إخواننا وأصدقائنا المسيحيين لإقامة الصلاة وإعادة الحياة لهذه المدينة ولهذه الكنيسة. مرحبا أبونا. أهلا بكم، أهلا وسهلا، تشرفنا في قناة الموصلية في مدينة بحشيقة، وبالتحديد في كنيسة مارتشموني للسريان الأرثوذكس. أهلا بكم. أهلا بك أبونا. نشكرك على الترحاب وعلى الضيافة. أولا واجبنا. نشكرك أبونا. أنت متحررت المدينة، جيتم على هاي كنيستنا مدمرة، دمرت منظيم داعش، وعندنا ما زال إلى حد الآن آثار موجودين على على خلينا نقول جدران هذه الكنيسة. أشون رجعت؟ أشون رجعت ما؟ أشون رجع هاي الناس الحلوة؟ بالحقيقة يعني أنت ذكرتنا في أيام صعبة، في أول يوم دخلنا للكنيسة في بعد التحرير كان منظر مؤلم ومؤثر في نفوس كل أبناء المنطقة بشكل عام وفي نفوسنا بشكل خاص. الكنيسة كانت معرضة إلى الكثير من الدمار، يعني ما خلوا شيء ما عبثوا بينه حقيقة. ونحن نمتلك من التاريخ القديم اللي هو يوثق قدم هذه الكنيسة اللي تعد هي أقدم كنيسة في منطقة بحشيقة، لأنه السريان والمسيحيين هم أصحاب هذه الأرض في منطقة بحشيقة. تعرضت إلى الكثير من الدمار، وطبعاً ما توصف الصورة، ولا أقدر، ولكن أنا أتخيل قدام عيني في كل ما أعبر وأخرج من الكنيسة. ما أنسى يوم اللي دخلت بيها هالكنيسة ووقفت على المذبح وهو مدمر والأنقاض علينا، وآثار الإطلاقات النارية على الجدران والتواريخ إذا تشوف لا زالت، وإحنا تركناها للتاريخ حتى تبقى كشاهد عيان على أنه في فترة زمنية وحقبة زمنية تعرضت الكنيسة إلى هجمة قوية هجمة واستهداف بالحقيقة. ولكن ما فقدنا الأمل، دائما كان إيماننا وانتمائنا للأرض مستمر. وأصلا إحنا بقينا 3 سنوات في فترة نزوح لانتظار شيء واحد ألا وهو العودة. والحمد لله ما أقدر أقول لك شيء، بس أقول لك شيء واحد، أنه الكنيسة رجعت أفضل من قبل، لأنه الإصرار صار مضاعف، هو عبارة عن إما أن تكون أو لا تكون. فنحن ما ممكن يجي شخص يقلعنا من أرضنا، هاي مدينتنا، هاي بلدتنا. هو أصلاً بعشيقة من اسمه، هو اسمه سورياني، بعشيقة بيت شهاق، أي بيت المنكوبين والمظلومين معناها بالسرياني. نعم. وأنا عاد أحضر حالياً إلى كتاب التاريخ عن بلدة بحشيقة ووجود المسيحيين في بحشيقة وباقي الطوائف في بحشيقة والعلاقات المشتركة مع باقي الطوائف في بحشيقة. إحنا عم نستجمع مصادر. نعم. تتكلم عن هالمنطقة اللي هي منطقة حقيقة تعود تاريخها قديم جداً إلى القرون ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. في بداية القرون الأولى، الرابع والخامس الميلادي، بحشيقة كانت منطقة مسيحية، كان بها مدرسة سريانية. في ياقوت الحموي يذكرها في القرن 13 يقول: بلدة بحشيقة يجري من وسطها نهر وبها حمامات، وأغلب سكانها من المسيحيين، وبها عيون وأشجار وبساتين. كان يستخدمون هالحمامات للتنقل، تعرف أنت مسافرين يستريحون يسبحون محطات استراحة، محطات. فإذا بحشيقة كانت موجودة من قبل. بحشيقة مدينة الزيتون، مدينة التآخي والمحبة، تجمع المكونات العراقية المختلفة، مسلمين ويزيديون ومسيحيون. كنا نعيش نحن وآبائنا وأجدادنا منذ آلاف السنين في هذه المنطقة بتآخي وسلام. ولكن في الفترة الأخيرة في سنة 2014 قدوم داعش إلى هذه المنطقة حاول أن يهدم هذه العلاقة الأخوية التي تربط بين المكونات، ففجر جميع مزارات اليزيديين البالغ عدده أكثر من 24 مزاراً.
وحاول أن يخرب خرب القبور وأراد أن يخرب العلاقة الإنسانية والتعايش السلمي في هذه المنطقة، ولكنه لم يستطيع لأن الناس تؤمن بالله ومحب للخير والسلام. نحن في مكان، في هذا المكان نسميه سواري بوزي أو صاحب الضيعة، المكان مزار يتواجد فيه الإيزيديون لإقامة الطقوس الدينية في المناسبات في شهر نيسان، وفي كل أمسية أربعاء وأمسية جمعة يأتي أهل المنطقة إلى هنا لسماع الطقوس الدينية، وكذلك تقام هنا التعازي في هذا المزار. ففي سنة 2014 دمر هذا المزار، وعند عودتنا في 2017 قام أهل المنطقة وبجهود ذاتية ببناء هذا المزار وإعادته من جديد لتأدية الطقوس الدينية في هذا المنطقة. أما الآثار الإسلامية فيوجد في بعشيقة جامعان، هما جامع الفاروق وجامع أبي بكر الصديق. مستمرين أحبتي المشاهدين بهذه الجولة في برنامج أماكن، ودخلنا عدة دور عبادة لجميع الديانات، والآن نحن في جامع أبو بكر الصديق الذي يشرف عليه الشيخ إسماعيل. مرحبا شيخنا. شيخ تتحدثنا يعني هذه الدور العبادة المتواجدة بهذه المكان، ثلاث دور عبادة، الإيزيدية والمسيحيين وأيضا المسلمين. نعم. تتحدثنا عن التعايش فيما بينكم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تمتاز مدينة بعشيقة وتتميز بتلونها الاجتماعي من قوميات وطوائف، يعني نستطيع أن نقول عراق مصغر هي مدينة بعشيقة. ومنذ القديم بعشيقة فيها التفاهم والتعايش والتسامح والمحبة بين جميع الأطياف، ويتشارك الجميع في الأفراح والأحزان. والحمد لله رغم الصعوبات التي مرت بها هذه المدينة، ولكنها استطاعت أن تتغلب على هذه المصاعب والآلام وتتعافى من الجراح أيضا. تتعافى من الجراح، نعم. ورجع الجميع على أحسن مما كانوا من قبل، ولله الحمد والمنة. حاليا بسبب فيروس كورونا عدم وجود مصلين. نعم، هذا الفيروس الذي حل على العالم وعطل عجلة التقدم والتطور وعجلة الاقتصاد، وتأثرت به جميع دول العالم ومنها بلدنا العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعافى هذا البلد، وأن نرجع إلى دور العبادة، وأن نرجع إلى مساجدنا، وأن تقام صلاة الجماعة في هذا الجامع وفي كل دور العبادة، دور العبادة في العراق وفي العالم أجمع. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتعافى بلدنا والعالم أجمع من هذا الداء، وأن نرجع إلى دورنا وتقام الصلوات، وأن يعم الأمن والأمان والسلام على بلدنا العراق وعلى العالم أجمع. Thank you.
يبلغ تعداد سكان بعشيقة حسب ما نشرته وزارة التخطيط على معطيات مختلفة حوالي 140 ألف نسمة، وقد شهدت المدينة عودة لمعظم نازحيها. عدد سكان الناحية ما يقارب 140 ألف نسمة حسب آخر الإحصائيات التي تم إجراءها في ناحية بعشيقة. طبعاً 140 ألف نسمة تضم مركز الناحية زائداً ما يقارب 50 قرية إلى تابعين لناحية بعشيقة. هذا العدد جميعهم من ديانة معينة أو قومية معينة، لكن أو شملت تشمل جميع الديانات والقوميات الموجودة. المعروف عن ناحية بعشيقة بأن ناحية بعشيقة عبارة عن عراق مصغر، حيث تضم كل القوميات وكل الأديان الموجودة في العراق في ناحية بعشيقة، وهذه الأديان والقوميات عايشين منذ فترة طويلة جدا في ألفة ومحبة وتعايش بين السمو، ويعتبر مثل يقتدى بها من ناحية التعايش السلمي، حيث كما تلاحظ الآن في ناحية بعشيقة هناك الكنيسة وهناك المزار للإخوة اليزيدية وهناك الجامع للإخوة المسلمين، والكل مؤدين طقوسهم الدينية في ألفة وفي محبة، ولم يحدث يوما من الأيام أي شرخ بين هذه المكونات الموجودة في ناحية بعشيقة، وكل هذه الأشياء بجهود حكمة ودراية وثقافة أهالي المنطقة. يعتمد اقتصاد المدينة على الزراعة وتربية المواشي بشكل كبير، كما إنها واحدة من المدن التي تزدهر بالنشاط الصناعي، خاصة الصناعة المرتبطة بزراعة الزيتون، كما أن الحياة الاقتصادية للمدينة متكاملة، فهي تعتمد الاقتصاد الذاتي الطبيعي الذي يلبي احتياجات السكان، وهذا يعني أن الاقتصاد الطبيعي يعتمد على الاكتفاء الذاتي. سادنا حقيقة ما ننكر جهود الإدارة المحلية في الناحية لعودة الخدمات، الماء، الكهرباء، تعبير الطرق، صيانة البنايات، وعودة النازحين. مدينة أو ناحية بعشيقة تشتهر بالكثير من الصناعات، هل عادت هذه الصناعات إلى ما كانت عليه بالسابق؟ وما هذه هي الصناعات؟ الحقيقة أنه بالإضافة إلى الأبنية التي تم تدميرها والدوائر، كانت حالها أيضا المعامل اللي كانت موجودة في ناحية بعشيقة أيضا أصابها الدمار، اللي هو كان المعامل الراشي والمعامل الطرشي والمعامل الأخرى، صابون اللي كانت تشتهر بها بعشيقة أصبح كانت هذا أصابها نوع من الدمار، دمار وسرقة في نفس الوقت. ولكن أيضا الأهالي بعد ما رجعوا استطاعوا أنه يعيدون هذه المعامل، وبدأت المعامل أنه ترجع إلى سابق عهدها وتعمل وتشتغل ليل مع نهار، ولكن كانت الدعم لهذا أصحاب المعامل دعم تقريبا شبه معدوم، كان نتمنى أن يكون هناك دعم لهذه الصناعات لإعادتها إلى عملها السابق. تعتبر صناعة الراشي في بعشيقة من الصناعات المهمة والتي أخذت شهرتها تنتشر بشكل واسع باعتبارها تتميز بنوعيتها الجيدة ونكهتها المتميزة الطيبة المستخلصة من عصر السمسم الصافي. وتعتبر بعشيقة من المناطق الأولى في تأسيس معامل الراشي، لما تتمتع به هذه المادة من أهمية وقيمة غذائية عالية، حتى أصبح الراشي ضيف المائدة الصباحي،
لجميع العوائل في فصل الشتاء، وخاصة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية وخالية من الدهون، ودخولها في صناعة مواد غذائية أخرى مثل الحلويات والمعجنات والمقبلات، وكذلك لزيت السمسم فوائد طبية كثيرة. انتقلنا أحبتي المشاهدين إلى معمل الراشي في ناحية بعشيق، هاي الناحية حقيقة التي فيها الكثير من المنتوجات الوطنية التي تحتاج إلى دعم. معمل الراشي الأخوين ماركة عالمية حقيقة على مستوى العالم حتى، وليس على مستوى مدينة الموصل أو العراق، منتجاتهم حتى إلى خارج العراق تصدر الآن وفي السابق. عن هذا الحديث عن صناعة الراشي، عن القيمة أيضا الغذائية، عن بدايات هذا المعمل، نلتقي مع الأخ والصديق سعيد كتو أبو وسام. مرحبا. أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا بالقناة موصلية. أبو وسام، معمل الأخوين في ناحية بعشيقة حقيقة وماركة عالمية، يعني في مدينة الموصل أو في بغداد أو في حتى المحافظات، وحتى ذكروا لي الشباب الله يحفظهم أنه خارج العراق أيضا عليها طلب هاي الماركة. تتحدث لي عن تاريخ أو بداية هاي الصناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. معمل راشي الكتو لإنتاج راشي الأخوين موجود حاليا في بعشيقة، تأسس سنة 1980. كان صاحب الخطوة والدي المرحوم حاجي خضر وعمي المرحوم الياس خضر. الطحينية تعتبر من المواد الغذائية المهمة بالنسبة للإنسان، وخاصة في فصل الشتاء يزداد عليها الطلب بسبب احتواء الطحينية على الكربوهيدرات والبروتينات. أثناء تناولها خاصة كمادة غذائية في الفترة الصباحية تزود الجسم بالسعرات الحرارية. مراحل صنع الطحينية هي عدة مراحل، لا يمكن اختزال أو فصل أي مرحلة عن باقي المراحل، لأن في النهاية سوف تؤثر على جودة الإنتاج. الخطوة الأولى في صنع الطحينية هي الحصول على السمسم الخام من الأسواق المحلية، ويعتبر السمسم العراقي من أجود أنواع السماسم الموجودة في العالم، إلا أن الإنتاج المحلي لا يسد حاجة المعامل، نضطر إلى استيراد السمسم من خارج البلد. ويعتبر السمسم الأفغاني بديل السمسم العراقي، حيث يوجد من السمسم الأفغاني من الدرجة الممتازة، يعتبر من السماسم الجيدة عالميا. الخطوة الأولى في صنع الطحينية هي نقوم بتنقيع السمسم في أحواض كونتريتية لفترة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات. بعد عملية التنقيع نقوم بتحويل السمسم إلى ماكينة المقشارة. نقوم في هذه المرحلة بتقشير السمسم، وبعد التقشير السمسم نقوم بنقل السمسم إلى أحواض كونكريتية تحتوي على محلول ملحي مركز. الغاية من المحلول الملحي المركز هو لعزل أو فصل القشرة عن اللب، بحيث تسقط القشرة في أسفل الحوض ويطفو السمسم أعلى الحوض نتيجة المحلول الملحي المركز. بعد عملية العزل نقوم بتحويله إلى أحواض الغسل. نقوم بغسل السمسم من 6 إلى 7 مرات لكي نتخلص من الملح المتعلق بالسمسم. بعد عملية الغسل نقوم بتحويل السمسم إلى ماكينة التجفيف لكي نتخلص من من الماء المتعلق بالسمسم. بعد عملية التجفيف السمسم نقوم بتحويل السمسم إلى القلايات أو المحمصات، طبعا هي عبارة عن خباطات يعني ميكانيكية تعمل في سرعتين يمين ويسار. يبقى السمسم في داخل الفرن لفترة تتراوح من 40 إلى 60 دقيقة حسب يعني الجو وحسب نوع السمسم. بعد عملية التحميض السمسم نقوم بتحويله إلى ماكينة الهزازة أو الغربيل. الغاية من هذه الماكينة هي للتخلص من السمسم من الشوائب المتعلقة بالسمسم. بعد عملية الغربلة والحصول على السمسم النقي نقوم بتحويله إلى الطاحونات أو الطاحونات. الطاحونة هي عبارة عن حجرتين، حجرة سفلى ثابتة وحجرة عليا متحركة. نتيجة دوران الحجر تصير عملية العصر ونحصل على الطحينية. بعد هذه المرحلة نقوم بتحويل الطحينية إلى جهاز التعليب، نخزنها
وبعدين نقوم بتعبئة الطحينية حسب الأوزان وحسب حاجة السوق، من النصف كيلو إلى الكيلو إلى الكيلو ونص، ونقوم بتزويد أغلب محافظات العراق. رغم هذه تجاوزنا حدود تزويد المحافظات العراقية، وهذا يعتبر طبعا فخر للصناعة المحلية والعراقية في نفس الوقت، أنه قمنا بتصدير الطحينية في أصعب الظروف اللي هي كنا نازحين في ظروف عصابات داعش الإرهابية والإجرامية. قمنا بتصدير الطحينية إلى دولة ألمانيا عن طريق وكلاء، والحمد لله وبفضل من الله تمت، يعني لكون الطحينية تحمل الجودة العالية فصار لها سوق أقوى من الطحينيات التركية واللبنانية واليمنية والكويتية والأردنية. وفي هذا الفصل تقريبا إحنا مصدرين إلى ألمانيا في خلال فترة 4 سنين في حدود تقريبا 220 طن. كما تعتبر غراسة الزيتون وجمع محاصيلها مصدرا مهما ورئيسيا للرزق لأغلب سكان هذه الناحية وقراها، حيث يقدر عدد الأشجار بمركز الناحية أكثر من 10,000 شجرة، فيما يبلغ عددها بالقرى أكثر من 150,000، خاصة منها قرية الفاضلية. وتعتبر غراسة الزيتون قديمة بهذه الناحية، وهي تتميز بها عن مختلف المناطق سواء بمحافظة نينوى أو باقي مناطق العراق، حيث يرجع انتشارها إلى ما قبل 1100 سنة تقريبا. دخلت المكائن الزراعية مؤخرا للمدينة، والتي طورت من هذه الثروة وطورت من إنتاجها. إذن أحبة المشاهدين، لنا وقفة مع أحد مزارعي أشجار الزيتون لكي يحدثنا عن إنتاج هذه الأشجار، عن أعدادها تقريبا في هذه الناحية، ناحية بحشيقة. مرحبا عمو. أهلا وسهلا بكم. الاسم الكريم؟ جلال ياسرين. عمو جلال، تقريبا كم شجرة زيتون عندنا؟ في البدء أهلا بكم في قناة المصرية موقرة السباقة في نقل كافة الأحداث ما يجري على ساحل نينوى وفي الموصل تحديدا. في الحقيقة بعشيقة كانت مشهورة في أشجار الزيتون، حيث كان قبل صفحة داعش 40,000 شجرة مثمرة ومعمرة، ولكن خلال اجتياح داعش إلى مدينة بعشيقة تم تجريفها وحرقها جميعا. هذه الشجرة هي شجرة مباركة ويذكر في جميع الأديان. هذه الشجرة لها ثمر يدخل في أكثر من إنتاج يستعمل لصناعة زيت الزيتون، الذي يوصفه كثير من الأطباء للعلاج كدواء، وأيضا يستعمل زيت المادة ويدخل في صناعة الطرشي، ويمكن صناعته استعماله في صناعة زيت صابون صابون الزيتون المشهور على مستوى العراق. وبعشيقة كانت سباقة ومشهورة في هذا المجال بصراحة، ولكن الآن بعشيقة تعاني من تدمير الأشجار، ولم يساعد الفلاحين أي جهة من الجهات، سواء كان الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية في نينوى. فقط بعض المنظمات تم تأهيل بعض البساتين، ومنظمة هذا البستان تم تأهيل منظمة غصن الزيتون للشباب في بعشيقة. بعشيقة مهملة في هذا الجانب، لم ولا أحد يقدم أي مساعدة للفلاحين. الفلاحين يعتمدون على جهدهم الذاتي وقدراتهم اليومية. غير بعيد عن الزيتون، تعتبر صناعة الصابون من ميزات ناحية بحشيقة، حيث تكثر المصانع بها لهذا الغرض، وهي من الصناعات المعتمدة أساسا على زيت الزيتون. ولصابون بحشيقة علامة مميزة ومعروفة، وله عدة أسواق رائجة
كما أن عليه إقبالا كبيرا خاصة من أقليم كردستان. مستمرين أحبتي المشاهدين بجولتنا في ناحية بحشيقة، وناحية بحشيقة تشتهر في أهم الصناعات وهي صناعة الراشي وصناعة الزيتون وصناعة الصابون. حاليا نحن في مصنع الصابون، الصابون الطبيعي اللي ينتج من الزيتون الخالص وحقيقة طبيعي كما ذكرت، ويمتاز بنوعيته جيدة. هذا الصابون أحبتي المشاهدين حتى يكون أو يوصف لبعض العلاجات للشعر أو للبشرة. عن هذا الموضوع نتحدث مع أحد العاملين في هذا المصنع، يتحدث لنا عن هذه الصناعة، صناعة الصابون في ناحية بحشيقة. مرحبا. مرحبا. صابون بحشيقة. إيه، صابون زيت الزيتون. زيت الزيتون الأصلي. أصلي. ما يدخل عليه يعني غير نوعية، غير زيت أو كذا. كله الزيتون. خالص. خالص 100%. التسويق مالكم وين؟ المن تصدرون، المن تبيعون؟ صدر على بغداد، على الشمال، الدهوك، أربيل، زابو. موصل. عن موصل نصدر. نعم. أغلب مكان تسحب من عندكم الصابون وين؟ بغداد والموصل. بغداد والموصل. ودهوك. إيه، يسحبون. هذا علاج للبشرة أيضاً. علاج البشرة كله، علاج الشعر، علاج حب الشباب، يعني لما تسبح بينه ترتاح نفسيا. حتى ريحته طيبة. حتى ريحته طيبة مع زيت الزيتون. حاليا نشوف انه متوقفين عن العمل، ليش التوقف؟ يعني هل يعني انه لازم تنتظرون هذا؟ ايش قد تنتظرون عليه حتى ينباع؟ هو كل شهرين او شهر حسب التصريف نشتغل. بس المفروض ايش قد يبقى بالمخزن؟ هو إنتاجه 4 سنوات وما يظل 4 سنوات، شهرين 3 شهور 3 شهور يخلص. أقل شيء قد لازم يبقى عندكم؟ أقل شيء 3 شهور. وكغيره من باقي المدن والنواحي، فإن الأسواق تمثل أهمية قصوى لدور الاقتصاد وشريان حياة أساسي، حيث تختلف الأنشطة بهذه الأسواق بين بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والملابس والأقمشة وغيرها. لنا وقفة أيضا أحبتي المشاهدين في محلات الحلويات والعصائر، حقيقة في هذه المدينة الجميلة في بحشيقة يوجد الكثير من المحلات المتنوعة، محلات المواد الغذائية، محلات الفواكه، محلات الخضر، الجزارين، وأيضا الحلويات، وأصحاب الحلويات متواجدون في هذا السوق. مرحبا باسم. هلا بأستاذ الكريم. أنا باسم. باسم، أسواق جميلة واللي جملها بعض المحلات، على سبيل المثال عندنا الحلويات. الحلويات أيضا لها حضور بهذه طبعا أكيد المكان. اختصاصك شنو؟ والله اختصاصي هو يعني عصاير له، حلويات له، شنو؟ والله اختصاصي هو أول شيء الصمون الحلويات. نعم. بعدين شلون طورناها الفكرة، سوينا كيك مال أعراس. نعم. مال عيد الميلاد، بعدين على المعجنات، بعدين قلنا خلينا نسوي مرطبات همنا. نعم. يجون الناس هم تسوق، هم تجي هنا عوائل ترتاح، تشرب لها شربة الشيء اللي يريده، ياخذون ويطلعون. الأسعار بصورة عامة؟ والله هي أسعار يعني مناسبة زينة، يعني عندنا هم غالي وهم رخيص، كل حسب يعني. النوعية؟ اي حسب النوعية، حسب ايه ما يطلبه الزبون. حبيت أسألك يعني على الحركة التجارية، خاصة يعني في ظل هذا الوقت، في بسبب وباء فيروس كورونا، انه الكل يعني تاثر بها طبعا استاذ، وانتم ايضا تاثرتم. اي والله استاذ،
والله تأثرنا، ويعني هسه أنا واحد من الناس مؤجر. نعم مؤجر أنا وعندي عمال، وهو عندي معمل يعني مو والتزامات بس كهرباء والتزامات. أيوة. ماء و... أيوة والله يعني كهرب عمال يعني إيجار، حتى أحسب حتى أبو البلدية يجي ياخذ. بسبب مرض كورونا الفترة الأخيرة اللي صار، هذا على العالم كله. نعم على العالم كله، أدت إلى ضعف حركة التسوق. نعم. بالنسبة للمحلات للناس أكثرية يعني إيه أثر علينا بالخاص إحنا وأصحاب المحلات، من ناحية الإيجارات، من ناحية التبضع، من ناحية الأسعار. ما عتوفي ثمن الإيجار إحنا ساكنين به يعني. قبل هاي الأزمة شلون وضعك؟ لا الحمد لله زين، كل زين. الخدمات بصورة عامة، الخدمات في معهد دحشيقة جيدة جدا بفضل مديرية بلدية دحشيقة والناس القائمين بها والعاملين بها. الماء الكهرباء البلدية كله متوفر بجهود الخيرين الموجودين من الكوادر المؤسسة الحكومية والمنطقة نفسها، يعني مهتمة بالنظافة، مهتمة بالمنطقة حاليا. يعني المنطقة هي مهتمة بالنظافة، المنطقة مهتمة يعني هي ما مسؤولية البلدية، لا مسؤولية المواطن. مسؤولية المواطن. نعم. يعني هاي هم رسالة من خلال طبعاً. برنامج أماكن طبعاً. انه نلاحظ انه هاي المدينة جميلة نظيفة جدا، وهذا يعود ما جهود البلدية، البلدية تقوم بواجبها طبعاً. بس العبء الأكبر على المواطن. طبعاً. اللي ما يرمي نفايات خارج طبعاً. محله على أمل البلدية يشيله، المواطن هو يحاسب نفسه. صار التزام أكثر من قبل وبدون غرامات وبدون متابعة، بدون أي متابعة. المواطن من حاله قام مسألة ينظف. إحساس يعني. نعم مسألة إحساسية لا أكثر ولا أقل. وثانيا جهود البلدية والدوائر الحكومية القائمة بالمنطقة. إذن طلعنا بنتيجة حلوة بهذه المدينة الحلوة. كلش حلوة. وتعتبر أهم ما يميز هذه الأسواق خاصة وناحية بعشيقة عامة هي صناعة الطرشي، حيث يعتبر طرشي بعشيقة من ألذ الأنواع المعروفة على مستوى البلاد، وتوجد في هذا الشأن محلات توارثتها الأجيال أبا عن جد. أيضا لنا وقفة أخرى في ناحية بعشيقة في إحدى المحلات التي تشتهر بها ناحية بحشيقة، وهي محلات صناعة الطرشي. أكيد عن الطرشي وعن نوعيات الزيتون الموجودة وعن زيت الزيتون نلتقي بأصحاب معمل طرشي بحشيقة أو طرشي العائلة في ناحية بحشيقة. مرحبا. على راسي على بيك. تتحدث لي دائما اللي يسافر الكذا يوصوه على طرشي بعشيقة، ليش؟ دائما يعني شو نقول لك، هي احسن انواع الطرشي، ما حد بعشيقة مشهورة بالطرشي. نعم ما حد بس الطرشي لو الزيتون، الطرشي والزيتون الراشي، زيت الزيتون، وزيت الزيتون بعد، الصابون زيت الزيتون، صابون زيت الزيتون. ايه. نعم. طيب الزيتون بنوعيات؟ بنوعيات، اكو شو اسمه الاخضر الاسود، عندك هذا مال البحشيقه، هذا اربع خمس انواع اكو مال البحشيقه واكثر. طيب دخلت على اسواق الزيتون التركي، ايمه الافضل والاطيب بقيمه غذائيه اكثر؟ دائما يعني زيتون بحشيقه بقيمه غذائيه اكثر، ما طبيعي. ما مستخلص منه زيت الزيتون؟ لا هذا الزيت يختلف، هذا يعني هذا ما محصور يختلف. زيت الزيتون هذا يطلعوه يعصروه بعدين ايش اسمه يصير زيت الزيتون. اللي يجينا من الخارج فقط، يعني هاي معلومه من خلال برنامج اماكن، الطرشي او عفوا الزيتون اللي يجينا من تركيا او من باقي البلاد اللي نستورد منها الزيتون خاصه المعلب، ونلاحظ بعضهم انه محشي، هذا خالي من الزيتون، لان اعتقد انه يدخلوه بمعصره
طرد مركزي او ما اعرف يعني طريقه. هو اكو عندك هذا المخلي يجينا احنا شغلنا احنا نسويه. لا ما على شغلكم، الاجنبي اللي يجي ما بي ما بي زيت، كان استخلصوا من الزيت بطريقه يعني بطريقه حديثا يستخلصون الزيت من عنده ويبيعون اياه. دائما اي صحيح ما بي فوائد مثل هذا الطبيعي. زيت الزيت الزيت العفو زيتون البحشيقه هذا خالص يعني بي كل بكل الفوائد كل يعني الفوائد طبيعي درجة أولى. بيش الكيلو؟ حسب الأنواع اكو ب2000 اكو ب3 اكو ب4 حسب. زين طيب هذه هاي النوعيات هاي الطرشيد والعنب هاي متى تسووها؟ هاي كلها شغلنا. كله شغل. كله شغل. الإقبال عليكم شغل. ألف الحمد لله درجة أولى. لو خيروك أنت صاحب يعني معمل مع الطرشي أو محل مع الطرشي بين زيت الزيتون الأجنبي بدون تسميات وبين زيت الزيتون مع البحشيقة هي مو تختار؟ لا أكيد مع البحشيقة. ليش؟ دائما هذا صحي أكثر. الزيت الزيتون هذاك يعني التجاري احتمال مخلوط أو مخلوط وهي هذا كله شغل أو ما بكر يمكن أعتقد ما بكر إيه صحيح هذا كله زيت الزيتون درجة أولى. حالة الوئام والتعايش السلمي أفسدها دخول داعش للمدينة وسيطرت قوات من خارج المدينة عليها، وقد تسبب ذلك في دمار جزء كبير من بناها التحتية وقتل العديد من أبنائها، كما تم سبيل النساء والأطفال ودمرت الكنائس والمعابد في واحد من الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ. وبالرغم من ذلك كله سرعان ما تم البدء بإعادة إعمار المدينة ما أن تم تحريرها، وربما كانت بحشيقة واحدة من أسرع المدن التي عاد لها أهلها من بين المدن المحررة وبسرعة لافتة. بشروا ببناء ما تهدم من مساكنهم ومعابدهم وكنائسهم ومساجدهم لتعود الحياة إلى المدينة الحزينة بالرغم من الجراح الغائرة التي أحدثت فيها. الحقيقة يعني مهما يكون إجابتنا على هذا السؤال، ولكن أنه الواقع اللي يشهد على ذلك وأثناء تجولكم في بعشيقة سوف ترون المتنزهات اللي موجودة وسوف ترون المدارس. الآن احنا المدارس الموجودة في ناحية بعشيقة من افضل المدارس الموجودة في اي ناحية من نواحي العراق عموما، بالاضافة الى المتنزهات. المتنزهات ايضا كان هناك دعم من منظمات المجتمع المدني لتأهيئة الحدائق والمتنزهات. الان اصبح في بعض الاحياء بعشيقة هناك المتنزهات والحدائق التي تنشأ في الاحياء يكون المتنفس لأهالي البعشيقة، بالإضافة إلى أنه عنده طموح كبير جدا جدا لإنشاء حدائق كبيرة جدا جدا، بس ولكن أنه هذا يعني يتقيد بالميزانية وبالتخصيصات يحتاج منظمات اللي أصبح الآن ميزانية الدولة أصبح ميزانية محدودة جدا جدا، لا يكفي إلا بتقديم الخدمات البسيطة جدا للمواطنين. كان هناك دور أيضا لمديرية بلديات نينوى حيث تم القيام بتأهيل الآن ونحن مستمرين سوف تلاحظون هذا الشيء أيضا بقيام بتبليط كل الشوارع اللي موجودة في الأحياء في ناحية بعشيقة. الآن مستمرين في تبليط هذه الأحياء من شوارع كثيرة جدا، وكذلك القرى
ايضا تم تخصيص مبالغ لها من ضمن ميزانيه تنميه الاقاليم ل 2019، والان في غالبيه القرى ايضا هناك تبليط بداخل القرى، ليس مقتصر انه ايصال طريق للقريه وانما يشمل داخل القريه ايضا. نامل انه اذا كان هناك تخصيصات يعني تليق بالكثافه السكانيه لناحيه معشيقه، انه خلال السنوات القادمه ننجز جميع الطرق بداخل القرى وفي مركز ناحيه معشيقه. منذ تحرير ناحيه بعشيقه انشانا عدد من الشوارع بالاضافه الى انشاء عدد من الحدائق. حاليا يتم تنفيذ ثلاثه مشاريع في ناحيه بعشيقه، مشروع 250 التي تقوم تنفيذه شركه اوريتا للمقاولات المحدوده، مشروع 900 الذي تقوم بتنفيذه شركه المدينه المنوره، ومشروع البوابات الذي يقوم بتنفيذه شركة روعة التعمير. بالنسبة لمشروع 900 حاليا انتهينا من عمليات صب الأرصفة الذي تبلغ كميات الصب 427 متر مكعب، وفي المراحل المقبلة القادمة إن شاء الله يتم توسيع شارع مشروع توسيع شارع الصناعة بالإضافة إلى بناء قوالب جانبية وشتايجر ملون في شارع الجمعية، بالإضافة إلى بناء قنطرة تربط حيباسي الجهة الشرقية مع الجهة الغربية، بالإضافة إلى بناء جدار ساند في حي الخفير. صدقني الإعمار يعني كثير أحسن من قبل، يعني موجود تقدم بالإعمار، خصوصا يعني كنا نعاني من شوارعنا تبليط ماكو، شغلات ماكو، وصلنا التبليط، الكهرباء جيدة، يعني خصوصا خدمات الماي، يعني كنا نعاني كثير من الماي. ايش كنتوا تعانون؟ يعني كل 15 يوم كان يجينا مرة الماي، هسه الحمد لله يومين والثالث يجينا ونترس ومستكفين والكهرباء الكهرباء الصيانة كثير جيدة الصيانة، يعني بعد ما نخابرهم خلال أقل من نص ساعة تشوفهم يمك جايين. إلى هنا أحبتي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أماكن، بعد أن وثقنا الحركة التجارية، المصانع، الزيتون، الصابون، الراشي، الحركة التجارية أيضا معامل الطرشي، والتقينا بناسها مع أيضا السيد مدير الناحية، حقيقة كان متعاون معنا جدا، ومن خلال هذا البرنامج نشكر كل العاملين الذين ساعدونا في إتمام هذه الحلقة من برنامج أماكن. أخيرا أحبتي المشاهدين تقبلوا تحيات قادر العمل، تقبلوا تحياتي أنا زياد الصميدعي، إلى اللقاء.